انطلاق تهيئة الأحياء انطلاقا من الأحفاد ثلاث سنين عشرة 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 نضرحوا لأن علاش ما تبعتهم اليوم كان هناك مجموعة من النقاط اللي تدرجات في جدول الأعمال ديال الدورة العادية لشهر مارس، واللي كان هناك نقاش مهم ونقاش مستفيد قبل ما تكون هاد النقاش داخل الدورة. كان لابد كان هناك يعني في هاد الأسبوعين الأخيرين نقاشات سياسية ونقاشات مثمرة داخل اللجان، ومن هذا المنبر لابد مشكور كل جميع رؤساء اللجان وكذلك أعضاء وعضوات المجلس على المتابعة ديالهم والمتابعه ديالهم داخل اللجان اللي كتعطينا أفكار جديدة لتجويد هاد المجلس بأفكار نيرة. فاليوم كنهضروا على الذكاء الجماعي، فالذكاء الجماعي كيجي من ديما من نقاش والتشاور مع جميع كل الفرق السياسيين وكل أعضاء وعضوات المجلس. فأهم النقاط المقتضب معكم، أهم النقاط اللي جا بها اليوم المجلس هو حاولنا نخرجوا على تقريبا ديال 8 ديال المحاور. المحور الأول وهو مرتبط بالجاذبية الترابية لخلق التنمية والاندماج الاقتصادي كسبب لتحقيق الاندماج الاجتماعي. المحور الثاني هو اللي جا مرتبط بالتهيئة الحضارية وتجهيز العديد من المدن، واللي جا خدا حيز كبير من النقاش، واللي يمكن نعرفوا بأن الإشكاليات اللي كتعاني منها بعض الجماعات الترابية ومجالس الإقليمية، فاليوم جا دور ديال المجلس لمواكبة هاد الجماعات الترابية سورتو في المدن الثمانية. كذلك محور مرتبط بالبيئة والمياه، سواء الحماية من الفيضانات والحفاظ على الثروات المتنوعة. اليوم كنعرفوا بان اشكاليات ديال الماء، فالحمد لله الجهه ديالنا بالاشكالات اللي كتعيشها الماء ولكن عملت واحد القفزه نوعيه والشغلات يعني بوتيره متسارعه في هذه السنتين. واليوم كان هناك يعني اتفاقيات اللي توقع اللي صدقنا عليها ما بين وزارة الداخليه ومجلس الجهه لما فوق على يعني 153 مليون ديال الدرهم حول يعني هذا تصفية المياه اللي هما يكونوا متنقلين في جميع أقاليم ديال الجهة. المحور الرابع هو مصادقة على مشاريع الشراكات في إطار متعددة، منها إنجاز مشاريع مبرمجة. كذلك المحور الخامس وهو أساسي هو مرتبط بمحاربة الهشاشة من خلال تجهيز بنية تحتية أساسية ضمن اللي اليوم كنناديو بها هي العدالة المجالية والعيش الكريم ديال المواطنين. المحور السادس مرتبط بالتنمية الثقافية والرياضية والتأهيلية، فكما شفتوا حولنا بكل حكمة كان هناك إشارات قوية بأن اليوم جبنا كل الاتفاقيات اللي كتبقى اللي وقعناها مع الإدارة مع الشق الرياضي ودمجنا يعني وبرمجناهم في هذه الدورة هذه. محور آخر وهو مرتبط بالحكمة وتدبير الأجهزة المرتبطة بالمجلس وكذلك تأهيل الموارد البشرية. المحور الثاني مرتبط بالدبلوماسية الموازية واللي يعني اتفاقيات عديدة من البلدان والمنظمات الدولية. في الأخير وماشي الأخير يعني بغيت نوقف وقفة إجلال وإكرام لكل من ساهم اليوم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعني كان سباق وأشار في البداية كنت أشرت الكلمة ديالي هو المجلس كيحصل على شهادة تدبير نظام مندمج، هو مندمج لثلاث معايير، معايير ديال جودة إيزو ديال 9001 وديال البيئة إيزو 14001 وكذلك السلامة إيزو 45000. واليوم كنقولوا بأن الحمد لله هذا المجلس كان سباق على الصعيد الوطني باش يحصل على هاد ثلاث معايير ديال الجودة، اللي هي غتكون ان شاء الله الا هي غتكون ارساء ديال المبادئ ديال الحكمه والتدبير ديال الشؤون المجلس، وغتعطينا واحد القفزه نوعيه في كل الملاحظات اللي كتجينا. واعتقد بان اليوم خصنا نحرصوا باش تبقى لنا هذا السيرتيفيكا، حيت كل سنه كخصنا يكون عندنا امتحان باش واش
بالفعل نحترم هذه المعايير ديال الشهادات او لما تكونش عندنا. فاعتقد بان اليوم حنا حابسين داخل المكتب وداخل المجلس والاداره كذلك باش نبقاو يعني عند حسن ظن هذه النخب وعند حسن ظن الساكنه ديال الجهه باش نكونوا يعني نحافظوا على هذا الشواهد ديال اللي حتى اليوم حصلناها هي ثلاث شواهد. فمبروك للجميع من ساهم بنجاح هذا الامتحان هذا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.